الآن هم في الطريق يبحثون عن مكان لمغامرة جديدة. نحن نتحدث عن مجموعة أوفرود إن كردستان. تأسست هذه المجموعة عام 2007 عن طريق مجموعة محبة للمغامرات، وبعد العديد من العروض والمغامرات منحتهم وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان الإجازة الرسمية. لهذا الفريق 60 عضوا محترفا في مختلف المغامرات وبأنواع مختلفة من السيارات. أنشطتهم لا تقتصر على فصل واحد، أي إن مغامراتهم لا تتوقف طيلة فصول السنة الأربعة. مغامراتهم في كل مكان، في الثلوج وفي الوحل، وفي الرمل والتراب وفي الأنهار، بالإضافة إلى المخاطرات الجبلية في المناطق الوعرة. ويعتبر هذا النشاط من أهم المغامرات التي يعشقها أعضاء الفريق. السماء تملأها الغيوم وأمطار غزيرة تتساقط بين الحين والآخر. الأمطار ستخدم عروضهم وستضيف إليها متعة كبيرة. سيكون اليوم مليئا بالمتعة والإثارة. وقبل البدء بالمغامرة لأعضاء الفريق طقوس خاصة يتفقون فيها على خطة معينة. يقفون بشكل دائري، يعرف كل منهم سيارته. هم يتفقون على خطة ينفذون من خلالها مغامرتهم ويأخذون النصائح المطلوبة للسلامة. صلاح مزوري وديمقراط إسماعيل هما أصحاب الخبرة الذين يعطون النصائح للفريق لحمايتهم من أي مشكلة من الممكن أن يتعرضون لها. ومن أهم التعليمات والنصائح أن يلتزموا بقوانين أوفرود. وبعد انتهاء هذا الطقس توجه المغامرون نحو ساحة اللعب، هذه الساحة التي اختارها رئيس المجموعة وبعض أعضاء الفريق بعد زيارتهم إليها. يصل الفريق إلى المكان المخصص للمغامرة. المكان محل بعض الشيء، فيه حفرة بها قليل من الماء تشبه المستنقع العميق. السيارات مختلفة تماما عن التي نراها يوميا في الشوارع، وأحجامها تختلف تماما وإطاراتها مرتفعة، أي إنه أعلى أيضا، وتم تعديل القوة والقدرة لمكائنها. لم تبقى أشكالها الأصلية على حالها، ولكل سيارة اسمها الخاص. هم يتحملون نفقات تبديل الأشكال الخاصة بالسيارات ويقولون قد صرفنا عليها كثيرا.
صوت أنبوب العادمة الجزوز دليل على قوة الماكينة وتغيير شكلها وطبيعة عملها للسيارة. هم يخففون وزن الإطارات عن طريق تقليل الهواء. وللعبة العديد من الحكام يضعون العلم في مكان الانطلاق، وهم من يرسم طريق السباق والحركة والمسافة. ومع صفارة الحكم الأول انطلقت أولى السيارات المغامرة. السيارة قدمت عرضا جميلا، ثم تناوبت السيارات الأخرى لتقديم عروضها وسط تصفيق وتشجيع من قبل الحضور الذين قضوا وقتا ممتعا في مشاهدة وتصوير العروض. هذه المجموعة أنها تعمل بكل احتراف، حيث يرافقهم في كل جولة طبيب وعربة إسعاف وكرين وميكانيكية. العم زيدين الذي يرافق الفريق في كل جولته مع سيارته اليونيمار مرسيدس، برغم كبر سنه هو الميكانيكي الذي لا يستطيع الفريق الاستغناء عنها. أما الدكتور طارق خليل فهو طبيب الفريق ويشرف على الكرين عندما تتعرض أي سيارة لحادثة صديقي الفريق خليل وسمير، وبشكل تطوعي دون أي مقابل. ولا ننسى دلشاد وحذيفة الذين يشرفان على الصيانة السريعة للحوادث البسيطة للسيارات المشاركة في المغامرة.
الشعب موعد الغداء، وقد تعود أعضاء الفريق إعداد وجبة الغداء في البيت أو في المكان الذي يحدد لإقامة النشاط. السماء تمطر بغزارة، وأعضاء الفريق يدورون مكانا مناسبا لإعداد الغداء. بعضهم يحضر الشطائر، والبعض الآخر يجهز الفحم للمشاوي، وقدر الدولما لا يفارق جلستهم بالتأكيد. أما العم صلاح فينتظر أكلته المفضلة، الرز والمرق مع لحم البط. ساعة الطعام ليأتي بعدها دور الرقص والدبكات للاستعداد لعرض آخر. قبل ترك هذا المكان، قامت بعض السيارات في عرض جميل على هذه الجبال الوعرة والتي لا يستطيع الإنسان السير عليها بسهولة. أنشطة هذه المجموعة لم تقتصر فقط على المستوى المحلي، بل إن ميريوان هو أحد أعضاء هذه المجموعة، كان قد زار تركيا وشارك في مسابقة تركيش أوف رود ونال فيها جائزة أفضل سائق. أما صلاح مازوري وأوات والمهندس أراس هم أعضاء في المجموعة، وجهت لهم دعوات لحضور مسابقة إيران أوف رود، ومنحوا شهادات تقديرية نظير نشاطهم وإنجازاتهم في هذه الرياضة. وأثناء المساء كانت المجموعة على موعد مع عرض آخر وفي مكان مختلف عما رأيناه في الصباح. المكان هذه المرة أكثر قساوة، حيث على المغامرين النزول إلى واد عميق والانطلاق من خلاله نحو الجبال والمرتفعات. بعض هذه السيارات بقيت عالقة في الطين ولم تفد محاولات المغامرين في إخراجها. لكنها أخرجت من الطين أخيراً عن طريق مساعدة بعض الأصدقاء وبالخصوص العم صلاح مونيكا. العروض كانت جميلة جداً، حضرها عدد كبير من المشجعين منهم مشاهير السوشيال ميديا ولهم آلاف من المتابعين ومنهم من يعشق هذه المغامرات.
ومن الملاحظ أن فقرة الصعود على المرتفعات لا يشترط أن يشارك فيها جميع أعضاء الفريق، لكن من يفعلها ويصل إلى مكان مرتفع ينال أكبر حجم من التشجيع والتصفيق، لأنه يقدم عرضا جميلا يفرح الجميع. العرض الأخير كان في الوحلة في منخفض مليء بالطين. العم صلاح صاحب سيارة مونيكا هو أحد أنشط أعضاء المجموعة، قدم عرضا رائعا ومثيرا وجميلا. ثم جاء دور حذيفة، لكن سيارته عُلقت في الوحلة، فلحق به صلاح ليساعده، لكن سيارته أيضاً علقت في الوحلة، وهم يقولون بأن هذه المسألة طبيعية جداً ومتوقعة، وهذه الرياضة تقوم على هذا الأساس. المحاولات لإخراج السيارتين باءت كلها بالفشل، والآن دور العم زيدين ليأتي ويسحب السيارتين بليوني مرة. وأخيرا تمكن ونجح وأخرج السيارتين العالقتين واحدة تلو الأخرى لتستمر العروض وتزداد قوة وإثارة. وهكذا انتهى نشاط اليوم لمجموعة أوفرود.
هذه هي طبيعة رياضتهم ومغامرتهم، وقد استطاعوا أن يجمعوا حولهم عددا كبيرا من المشجعين ومحبي المخاطرات والمغامرات، حيث يقولون بأن عددهم يزداد كل يوم. ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة ليست الوحيدة، بل إن مدن وقصبات كردستان المختلفة فيها العديد من الفرق والمجموعات الشبابية التي تقدم هذه الأنواع من العروض. Thank you.